Oh my God. No, really. وقع إشكال كبير بين جيش وطلاب من حزب القوات اللبنانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية جل الديب على خلفية إزالة صورة للرئيس بشير جميل من قبل طلاب من التيار الوطني الحر وتعليق لافتة مكانها، وحصل اشتباك بين جيش والطلاب وقد ضرب الطلاب بالعصي. فما هي الرواية الكاملة للإشكال؟ وفي هذا السياق شرح رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية عبدو عماد عبر جديد دياسبورا عن خلفية وأسباب الإشكال بين القوات والتيار الذي استدعى تدخل الجيش قائلاً: هلا من فترة كنا نحن كشباب قوات لبنانية معلقين صورة الرئيس بشير جميل وصورة دكتور سمير جعجع، وكيف اجوا الشباب تبعنا طلعوا علقوا الصور محل ما كانوا بالاساس، يعني محلهم الاساسي. ف قطعت شويه وقت على الخبريه، بيطلع شاب من عندهم بيحمل صوره الرئيس بشير جميل بكبها هي وصوره دكتور جعجع، كان هيدا على وسط الجيش يعني، وبوقتها الجيش يعني ما بعرف يمكن شفت الفيديوهات اللي صارت. وفي المقلب الاخر من القصه اشار مندوب التيار الوطني الحر في كليه الحقوق والعلوم السياسيه الفرع الثاني جاد جابر عبر جديد دياسبورا إلى أن صراحة اللي صار معنا هو التالي، أنه نحن علقنا يافطة دعم للتدقيق الجنائي قدام مبنى الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية. اليافطة يلي انحطت على حيط كل الأحزاب بتستعمله، مطرح ما حطينا كان في الكتائب حاطين تحتنا، وما في أي خلاف نحن والكتائب أنه هن حاطين تحت ونحن حاطين فوق أبدا، بالعكس الكتائب وغير الكتائب كل الأحزاب من زمان وجر بحطوا هيدا الحائط عليه صور ويافطات للأحزاب يلي هي موجودة بالجامعة، فنحن على هيدا الحائط من ميلة فوق في مسافة استفدنا منها لنحط هيدا اليافطة، بيجوا القوات بالليل وبيخزقوا اليافطة نرجع منروح منركبه. اليوم الصبح بيجيبوا صورة لسمير جعجع للشهيد بشير جميل، بيرجعوا بحطون بدل ما يحطون على الزاوية لأنه مطرح ما حطينا اليافطة نحن في مسافة يحطوا صورهم، لا قرر يحطوا صورهم بوجه اليافطة طبعاً لحتى يغطوها، مع أنه كان معهم مسافة منيحة بيقدروا يحطوا صورة سمير وصورة الشهيد بشير جميل عليهم، قرروا أنه يسكروا على اليافطة طبعاً. هيدا عدا عن أنه مبارخ خزقوا اليافطة، وعدا عن أنه كان في تهديدات أنه رح نرجع المشاكل بالجامعة إذا حتتصرفوا بهذه الطريقة، ما بعرف ليش اليافطة للتدقيق الجنائي هيك عملت فيهم. مبارح سمعنا هذا التهديد واليوم سمعنا هذا التهديد أكثر من مرة ومن أكثر من شخص. اللي صار انه من بعد ما حطوا صور يلي هن ركبوهن قلنا لهم انه اعملوا معروف بدكم تزيحون او تشيلون لانه مطرحهم هون رح يعمل مشهد، ما قبلوا، رجعوا رحنا لنقطة التفاوض انه انتم بتزيحون 10 سنتي نحن بنزيحون 10 سنتي، للاسف عم نحكي كل هالمفاوضات على يافطة بس انه هيدا الواقع هيك كان على الارض لحتى كنا عم نتجرب نحن كتيار نبعد عن المشكل، زيحوها انت شوي ونحن شوي، بتزيحوا 10 سنتي بنزيح 10 سنتي، بيزيحوا 20 سنتي بنزيح 20 سنتي. ف ما قبلوا بهيدا الحل واصروا يخلوا الصور محلهم وصار الاشكال على هيدا الاساس. واجا الجيش اللبناني بلحظه يلي القوات اللبنانيه كانت عم تجرب تتعدى على طلاب التيار الوطني الحر بهيدي الكليه. 10 سنتيمتر بين القوات والتيار قد فجرت إشكالا استدعى تدخل الجيش، لربما كما يقول المثل اللبناني القصة مش قصة رمانة، القصة قصة قلوب ملانة.